في لقاءات جاهزة ومهمة جدا. اتفضل كريم. بجد التحية لك من جديد ده كابتن هيثم السعيد، كل جمهور النادي الاهلي، نجمه من نجمات النادي الاهلي طبعا يا سرايا محمد. مبروك يا سرايا، طبعا بطوله صعبه وبطوله مهمه، ويمكن الانتصار حلو جدا كمان، انت حاصله على لقب، ببارك لك النهارده وببارك لكل اللعيبه. ميرسي طبعا، انا الله يبارك فيك. اول حاجه انا مبسوطه طبعا النهارده بدايه الفرقه، خصوصا في الثالث والرابع. احنا بصراحه ما كناش مكتفيين بس ان احنا نكسب سكور، لا احنا كنا عايزين ندي سكور كبير، علشان دي مسج لكل الفرق ان احنا لا موجودين وبنكسب سكور كبير. جبنا صفقات موجودين، عندنا اصابات كتيره قوي يمكن هي اللي خلتنا نخسر ماتش هليوبلس، بس ده ما بعدناش خالص عن ان احنا هناخد البطوله. ده كان التارجت الاول بتاعنا ان احنا نكسب البطوله، وده فعلا حصل. كلنا في الثالث والرابع لا قلنا احنا هنبقى ايد واحده وهنكسب، ومش هنكسب بس، احنا هنكسب فرق سكور كبير. الحصول على الدوري المرتبط ودوري السوبر وكمان منطقه القاهره، ده يمكن محتاج شغل كبير جدا منكم ومن الجهاز الفني. ازاي قدرتوا تشتغلوا في هذا الامر ان انتوا تحققوا البطوله دي؟ هو طبعا اكيد احنا بس مش التارجت بتاعنا ان احنا نكسب البطوله، اذا كانت بطولات محليه لا، احنا عايزين نكسب ان شاء الله بطولات افريقيه وعربيه. اول بدايه لينا هي بطوله المنطقه، كسبناها الحمد لله. اللي بعدين ان شاء الله مرتبط عايزين نكسبه، نكسب السوبر، نكسب الكاس عشان يبقى خدنا الرباعيه ان شاء الله. وده اللي كابتن علي قاله لنا من الاول، احنا خسرنا ماتش بس ده ما فرقش معانا في الاخر طول ما احنا خدنا الاول الحمد لله. الفترة اللي جاية صعبة، والحفاظ على اللقب وعلى المستوى المميز ده هو الأصعب. الفترة الجاية شايفاها ازاي، وهتتحدوا ازاي الفترة اللي جاية بالنسبة لك؟ أكيد طبعا الفترة الجاية صعبة، خصوصا كمان بعد التوقف الكبير اللي احنا توقفناه في الكورونا، وقفنا 5 شهور، وده مش حاجة عادية ان احنا نقف 5 شهور. في الأوف سيزون بنقف 2 3 شهور، بس توقف 5 شهور وان الفرقة ترجع توب فورم تاني، دي طبعا محتاجة وقت كبير، ولازم عشان احنا أول لازم نحافظ على ده، وده اللي الجمهور دايما هيبقى مستنيه مننا، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. ميرسي، الله يبارك. مستمرين معاك.